بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في خطبة أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام التي رواها الكليني في باب نادر في حال الغيبه، وأيضا رواها الشريف الرضي في نهج البلاغه، وفي غيرها من الكتب. يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: أولئك أتباع العلماء صحبوا أهل الدنيا بطاعة الله تبارك وتعالى وأوليائه. ودانوا بالتقية على دينهم والخوف من عدوهم فأرواحهم معلقة بالمحل الأعلى فعلماؤهم وأتباعهم خرس صمت في دولة الباطل منتظرون لدولة الحق وسيحق الله الحق بكلماته ويمحق الباطل. ها, ها طوبى لهم على صبرهم على دينهم في حال هدنتهم، ويا شوقاه إلى رؤيتهم في حال ظهور دولتهم، وسيجمعنا الله وإياهم في جنات عدن، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. في المقطع السابق يذكر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أن لله سبحانه وتعالى الحجج دائما وانه لا يخلي الارض من حجه اما نبي واما وصي وذكر ان مجموعه من الناس وهم اقليه يتبعون حجج الله سبحانه وتعالى ارواحهم تستجيب لهم يستلينون من حديثهم ما استوعر على غيرهم ويأنسون ويأنسون بما استوحش منه المكذبون واباه المسرفون هؤلاء يقول امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام هم اتباع الائمه ومن صفاتهم التي أوجبتها اتباعهم للأئمة، أنهم يعيشون في هذه الدنيا، مع أهل الدنيا، لكن بطاعة الله سبحانه وتعالى، يعني المؤمن الذي يعيش في مجتمع أكثر هذا المجتمع غير ملتزم اما كفار واما منافقون واما فساق. هذا المؤمن ليس منعزلا عن مجتمعه، لعل اقرباءه، لعل جيرانه هؤلاء من الناس الكفار، او من الناس المنافقين، او من الناس الفساق. يعيش في ضمن هذا المجتمع، لكن لا بتصرفات ذلك المجتمع، وإنما يجعل الميزان طاعة الله سبحانه وتعالى. أنتم انظروا إلى حال الأنبياء في مجتمعاتهم، رسول الله صلى الله عليه واله قبل البعثة وبعد البعثة كان يعيش في مكة في وسط مجتمع كافر مشرك مليء بالمنكرات ما كان يعيش في مقاطعة مع المجتمع يعيش معهم لكن بطاعة الله لأن النبي صلى الله عليه واله قبل البعثة كان نبيا، لكنه لم يكن رسولا، بعد البعثة صار رسولا، كنت نبيا، وآدم بين الطين والماء، خلقه الله سبحانه وتعالى نبيا، والله سبحانه وتعالى قد أوحى إليه الشريعة قبل البعثة، والأظهر أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه الشريعة التي أوحاها إلى إبراهيم. يعني كما اوحى الى ابراهيم الشريعه كذلك اوحى الى الرسول صلى الله عليه واله نفس تلك الشريعه ثم نسخها بشريعه الاسلام بعد البعثه فكان مع الناس لكن لم يكن منهم كونوا في الناس ولا تكونوا منهم المؤمنون هكذا فلذا امير المؤمنين يقول أولئك أتباع العلماء. اتباعهم للعلماء يؤدي إلى أي شيء؟ العلماء هنا يعني الأئمة. صحبوا أهل الدنيا بطاعة الله. في الحديث الشريف: خالطوا الناس بالبرانية وخالفوهم بالجوانية. أنت في الظاهر مع الناس. تعيش معهم في قضاياهم الاجتماعية، لكن بطاعة الله، قلبك ليس مع شركهم، عملك ليس مع باطلهم. ثم يقول: ودانوا بالتقية على دينهم والخوف من عدوهم. انت في زمان يسيطر فيه أهل الباطل، وهؤلاء يحاربون أهل الحق. كيف يكون عملك؟ يكون عملك بالتقية. التقية شنو هي؟ إبطان الإيمان إذا في مجتمع كافر وإظهار الكفر، كمؤمن آل فرعون. وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه. الفرق بين التقية والنفاق ان التقية كتمان الايمان واظهار الكفر اذا كان المجتمع كافرا. النفاق ابطان الكفر واظهار الايمان يعني بعكس القضية. وإذا في مجتمع منحرف انت اذا تبين التزامك بالحق يؤذوك فانت تصمت انت تطيع الله سبحانه وتعالى لكن لا تظهر مخالفه لذلك المجتمع لان في ذلك ضررك ودانوا بالتقية عن دينهم يعني يحفظون دينهم يحفظون دينهم بذلك هي التقية ليش؟ لحفظ الدين، التقية لدفع ضرر، وليس لجلب نفع، يعني أنت في مجتمع، إذا علموا بإيمانك يضرونك، أنت لدفع ضررهم تستعمل التقية معهم، هذا لا بأس، أما لجلب نفع تستعمل التقية هذا ليس مورد التقية، والتفصيل في أحاديث التقية، ودانوا بالتقية عن دينهم يعني بسبب التقية يحافظون دينهم، يدافعون عن دينهم، والخوف من عدوهم أحيانا الإنسان يستعمل التقية لكن ينكشف أمره فذا فإذا انكشف أمره أضره الأعداء والخوف من عدوهم فأرواحهم معلقة بالمحل الأعلى زين بالنسبة إلى عملهم صحبوا أهل الدنيا بطاعة الله وهم في صحبتهم لأهل الدنيا لا يحبون اهل الدنيا، وانما قلوبهم مشدودة الى المحل الاعلى. المحل الاعلى اما كناية عن رضوان الله سبحانه وتعالى، واما المقصود المحل الذي يجتمع فيه ارواح الائمة، ويجتمع فيه الملائكة. فهم يصحبون اهل الدنيا لكنهم ليسوا من اهل الدنيا، قلوبهم في مكان اخر. الان احيانا انت تشوف مثلا اشخاص يعيشون معا، لكن لا يوجد بينهم محبه قلبيه، تشوف احدهم قلبه في مكان اخر، لكن مضطر بعد يعيش في مجتمع مع مجموعه من الناس، شو يسوي مثلا؟ احيانا بين الاقرباء. تشوف اب وابن أخ وأخاه تراهم يعيشون معا بالنتيجة صلة الرحم موجودة والروابط الاجتماعية والأسرية موجودة لكن نشوف قلوبهم هذا قلب في مكان وذاك قلب في مكان آخر فأرواحهم معلقة بالمحل الأعلى هؤلاء ما دامهم ما دامهم في تقية فعلماؤهم وأتباعهم خرس صمت خرس جمع أخرس صمت جمع صامت علماؤهم يعني الأئمة وأتباعهم خرس صمت أنت تشوف الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا في تقية في طوال فترة حياتهم إلا في موارد خاصة خشية على الدين لأن التقية هي لحفظ الدين فإذا خشية على الدين بعد ماكو مجال للتقية خوف على الدين أكو فلذلك تشوف العلماء يعني الأئمة وأتباع الأئمة في حال تقية طبعا مع ذلك كانوا يحفظون الدين يعني الأئمة كانوا يبينون الأحكام الشرعية الواقعية ولكن في ضمن الإطار الذي لا يوجب ضررا عليهم ولا على الدين فعلماؤهم وأتباعهم خرس صمت في دولة الباطل منتظرون لدولة الحق الانتظار شنو هو الانتظار بمعنى أن الإنسان يعمل ما عليه والشيء الذي خارج عن اختياره يتركه إلى الله سبحانه وتعالى كالأنبياء، الأنبياء ماذا كانوا يقولون للمشركين؟ فانتظروا إنا معكم من المنتظرين، في آيات متعددة من القرآن الكريم. الأنبياء كانوا يؤدون تكليفهم الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى به. لكن امور كانت خارجة عن قدرتهم. فهنا يقولون نحن ننتظر امر الله سبحانه وتعالى. زين الله سبحانه وتعالى صحيح لاجل امتحان الخلق ترك اهل الباطل ليسيطروا ما منعهم بقوة غيبية. وبتقدير خاص. لا الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لكن الغلبه عاده كانت لاهل الباطل. لماذا؟ لانهم اكثر وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فدوله الباطل هي الغالبه في طول التاريخ. لانهم الاكثر. لماذا هم الاكثر؟ لانهم يتبعون الشهوات، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات. لكن الله سبحانه وتعالى وعد بان هذا الدين سيغلب جميع الاديان. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ما دام هذا الدين هو دين الهدى وهو دين الحق فهو سيغلب ليظهره يعني يوجب له الغلبه. والغلبه التامه ستكون في زمن ظهور الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يملأ الارض قسطا وعدلا بعد ان ملئت ظلما وجورا. لذا الامام يقول: صحيح هؤلاء في تقيه وفي مشاكل وفي خوف وهم منتظرون لكن الله سبحانه وتعالى سيفي بوعده ومن اصدق من الله حديثا وسيحق الله الحق بكلماته ويمحق الباطل. هذه إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأنفال: (وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ) إحقاق الحق شنو هو؟ إحقاق الحق هو إثباته بغلبته على الباطل، (وَيُرِيدُ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، ليحقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. وفي آية أخرى يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ثم يقول أمير المؤمنين ها ها كلمة ها للتنبيه كأنك تقول مثلا كما أنك تقول هذا ذا اسم إشارة ها شنو هي كلمة تنبيه هؤلاء أولاء أولا اسم إشارة ها كلمة تنبيه ها أنتم هاي كلمة أنتم مبتدا ها. كلمة ها شنو هي للتنبيه ها ها طوبى لهم على صبرهم على دينهم في حال هدنتهم طوبى مؤنث الأطيب هي أفعل التفضيل يعني الخصلة الطوبى لهم العاقبة الحسنة لهم وأيضا طوبى اسم شجرة في الجنة، هذه أصلها في دار رسول الله صلى الله عليه واله في الجنة، وفي كل بيت من بيوت الجنة يوجد غصن من تلك الشجرة، طوبى لهم على صبرهم على دينهم يعني صبروا الله سبحانه وتعالى يجازيهم بالخصلة الطوبة الشيء الأطيب طوبة على صبرهم على دينهم في حال حدنتهم يعني في الحال الذي هم ليسوا مأمورون بالقيام بتجريد السلاح والسيف بالصبر بالانتظار في هذه الحالة حفظ الدين صعب أنت في مجتمع وأنت أقلية، وتضطر أن تستعمل التقية، ومصالحك مضروبة، في هذه الحالة كثير من الناس يميلون مع الدنيا، يركنون إلى الذين ظلموا، خلافا لقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. يطول عليهم الامر فطال عليهم الامد فقسد قلوبهم يشوف اللي راحوا في الدنيا راحوا مع الظالمين صاروا اعوانهم صاروا منهم حصلوا على الثروه وعلى المال وعلى المنصب وعلى الدنيا وعلى الاحترام وعلى 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 في هذه الحاله قد الانسان يضعف امام الدنيا احيانا لا اهل اولاد اقرباء هم الذين يسوقونه الى الباطل فلذا الانسان قد يضعف وخاصه اذا الفتره صارت طويله لذلك يقول طوبى لهم على صبرهم على دينهم في حال هدنتهم ويا شوقاه الى رؤيتهم امير المؤمنين يبدي انه يشتاق الى ان يرى هؤلاء لانهم مؤمنون متمسكون بدينهم المؤمن المتمسك بدينه التابع للائمه امير المؤمنين يشتاق الى رؤيته وخاصه في دولتهم حيث انهم جنوا ثمار صبرهم ويا شوقاه إلى رؤيتهم في حال ظهور دولتهم إذا ما شفناهم في الدنيا وسيجمعنا الله وإياهم في جنات عدن ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إذا بالدنيا ما شفناهم في الآخرة سنكون معهم سيكونون معنا هذا إشارة إلى قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت عزيز الحكيم أدخل هؤلاء المؤمنين في جنات عدن، عدن يعني إقامة، الجنة الذي يقيم فيها، التي وعدتهم بمعنى أن لا تؤاخذهم ببعض سيئاتهم فلا تدخلهم الجنة، بمعنى اغفر لهم سيئاتهم إذا ارتكبوها. حتى يكونون صالحين لدخول الجنة، لأن الإنسان المذنب ما دام ذنبه معه ليس له صلاحية للدخول في الجنة، لأن الجنة دار سلام، فلذلك الله سبحانه وتعالى في بداية الأمر يطهرهم من ذنوبهم، فإذا طهرهم من ذنوبهم، وجاءت الشفاعة الكبرى لرسول الله محمد وآله عليه وعليهم الصلاة والسلام هذا الإنسان يصير إلى قابلية لدخول الجنة مثل ما واحد مثلا أفرض من سفر طويل جاي و بسبب السفر والتعرق والغبار وكذا تشوف أنه جسمه فيه رائحه مثلا على شعره غبار فهو اغبر اشعث فيه رائحه وهناك مجلس خاص يحضر فيه عليه القوم هذا عندما ياتي اول شيء يقولوا له انه اذهب الى الحمام واغسل نفسك حتى يتطهر من الاوساخ بعد ذلك يطوب بطاقه دعوه بطاقه دخول ياتي يري هذه البطاقه ويدخل الى هذا المجلس هذا مثال ذكرناه للجنه واحد يريد يدخل الجنه اذا الذنوب عالقه فيه مصالح ان يدخل الجنه زين الله سبحانه وتعالى غفر له ذنوبه يحتاج أن الرسول صلى الله عليه وآله يوجه له بطاقة دعوة عن طريق الشفاعة لأن الشفاعة كما هي لغفران الذنوب كذلك للإذن في دخول الجنة وللإذن في الدرجات العالية لذا ما من أحد من الناس في يوم القيامة حتى الذي لم يذنب في دخوله الجنة إلا ويحتاج إلى شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم حتى تكمل الفرحه، لانه اذا المؤمنون من ابائه وابنائه وازواجه يكونون معه الفرحه تكون كامله. في ايه اخرى الله سبحانه وتعالى يقول: والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء باب آخر يعقده الكليني في كتاب الكافي باب في الغيبة الحديث الأول من أحاديث هذا الباب عن يمان التمار قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام جلوسا فقال لنا إن لصاحب هذا الأمر غيبه التمسك فيها المتمسك فيها بدينه كالخارط للقتاد، ثم قال: هكذا بيده فأيكم يمسك شوك القتاد بيده؟ ثم اطرق مليا، ثم قال: ان لصاحب هذا الامر غيبه فليتق الله عبد وليتمسك بدينه. في هذا الحديث الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يبين ان الامام القائم الذي يقوم بالسيف من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام له غيبه في زمن الغيبه التمسك بالدين صعب جدا كالذي يخرط القتاد القتاد شجر في اغصانه اشواك كالابر وليست اشواك لينه، لا اشواك صلبه بحيث ان الانسان اذا اراد ان يخرط غصن الخرط هكذا لا يتمكن من ذلك لان هذه الاشواك تجرح يده لان جدا اشواك صلبه وقويه ومثل يضرب للامر المستحيل او الصعب جدا يقال دونه خرط القتاد فالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول إذا واحد في زمن الغيبة يتمسك بدينة هذا كخرط القتاد صعب جدا ثم الإمام عليه الصلاة والسلام يقول أنت تقدر بيدك تقبض على غصن القتاد هسه فضلا عن الخرط تقدر تقبض عليه هذه الأشواك كالإبر تدخل في يدك وتجرحك، فإذا أردت أن تخرط فأسوأ يصير. هذا بيان لصعوبة الأمر. إذا تشوف أكثر الناس في زمن الغيبة مو ملتزمين، وحتى إذا هو ملتزم من جهة مو ملتزم من جهات أخرى. فحفظ الدين يكون صعب جدا، مو محال. لكن صعب ليش؟ لأنه دولة الباطل، السلطة والمال بيد أهل الباطل، الإعلام بيدهم، وأيضا يضاف إلى ذلك أن الشهوات والدنيا أيضا تسوق إليهم، فالمؤمن يكون في خوف أن يستأثر عليه، يسجن، أحيانا يقتل، يضطهد. هذا صعب جدا الانسان في هذه الظروف يحافظ على دينه. لكن الامام في المقطع الثاني من هذا الكلام يقول يمكن مو محال اذا كان محال الانسان مو مكلف لا يمكن. كيف يمكن؟ بتقوى الله سبحانه وتعالى ثم اطرق مليا يعني انزل راسه مليا يعني لفتره طويله. زمانا طويلا ثم قال إن لصاحب هذا الأمر غيبة فليتق الله عبد وليتمسك بدينه تقدر أنت بالتقوى أي شيء حرام تتركه أي شيء واجب تعمل به تعمل بوظيفتك يمكن لذلك في زمن الغيبة أيضا المؤمنون كثيرون صحيح الكفار والمنافقون والفساق هم الأكثرية لكن المؤمنون أيضا موجودون فيمكن ذلك مو أنه واحد يقول لم أتمكن لا ما لم أتمكن أنت باختيارك وبقدرتك تتمكن من حفظ دينك لكن عليك بتقوى الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحفظ ديننا ولتقواه هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين